المحاسبة قائمة تحت سقف القانون، والمرتكبون سيدخلون إلى السجن حتما بهمة القضاء اللبناني. مصادر الدولار الأساسية هي أربعة: التحويلات اللبنانية من الخارج، الاستثمارات الخارجية، الاقتراض من الخارج، والصادرات. ولكن كل هالعناصر هذه متراجعة دراماتيكيا، بمعنى أنه توافر الدولار في لبنان لن يكون كافيا في 2021. أولا، تحويلات اللبنانية كلنا بنعرف تراجعت على الأقل 60%، الاستثمارات الخارجية خصوصا الخليجية تقريبا صفر، معدومة. الاقتراض من الخارج ما بقى في استحالة من بعد إعلان هذه الحكومة عن إفلاس الدولة اللبنانية. والصادرات تدهورت من 4.5 مليارات بالسنة دولار طبعا إلى 1.5 مليار دولار فقط. بموازاة ذلك، الدولة اللبنانية مضطرة أنها تطبع مشان لا تقدر تدفع على الأقل أجور موظفيها. بما أنه الجباية الضريبية محدودة جدا كمان متراجعة دراماتيكيا، معناتها رح يكون في طبع للنقد. فإذا الصورة، المشهد هو الآتي: كتلة نقدية بالليرة اللبنانية تزداد يوم بعد يوم، في مقابل كتلة بالعملة الصعبة متراجعة دراماتيكيا. عمليا هيدا يعني أنه لن يكون هناك سقف لسعر صرف الدولار الأمريكي بالنسبة أو تجاه الليرة اللبنانية.